ألم القولون بيبوظ المفصل؟ هل كل واحدة حامل نروح نغير لها مفاصل الركب؟ لكن أحقن المفصل وغير المفصل، طب ما هي تخينة جدا، حرام عليك. يبقى إذا أنا لو عاوز أقوي المفاصل، أقوي المفاصل بقى بإيه؟ اللي بيداوب فيتامين دي تحت جلد مين؟ الألترا فايلوت. ودي موجودة فين؟ هو الكولاجين دون مش مادة أكلها فتقوم تترسب في المفصل. مفيش علاج للمفاصل ولا العظم من غير شمس. دلوقتي انا مفصلي بتوجعني، خلاص مدي لك الاول حاجات تحسن المفصل، تدلكها بالزيت، تلفها بالصوف، عندنا حاجات موضعيه، عندنا حاجات من الداخل. انت عارف ان الم القولون بيبوظ المفصل، يعني لما بيكون قولوني واجعني ما بقدرش احرك ركبي، اول ما القولون بتاعي يفك رجلي بتفك. اذا انا عالج القولون، الحمل مثلا، الحمل ما هو بيضغط على مين؟ على المفاصل. هل كل واحده حامل نروح نغير لها مفاصل الركب؟ عندك مثلا السمنه ما هي بتبوظ المفاصل، يبقى انت لو عالجت السمنه عالجت المفاصل. لكن احقن المفصل وغير المفصل، طب ما هي تخينه جدا، حرام عليك. يبقى اذا انا لو عاوز اقوي المفاصل، اقوي المفاصل بقى بايه؟ بان انا اكل لبن او زبادي او لبن رايب كل يوم، ثلاث بلحات. جميل، كنا اخذنا قبل كده حاجه قلنا ثلاث حبات تين او ثلاث بلحات في نص كوبايه زيت زيتون من بالليل الصبح 12 ساعه، وبعدين تاكل الثلاث بلحات وتسيب الزيتون لتاني يوم. لازم طبق سلطه خضراء قبل اي اكل، لازم الشمس. مفيش علاج للمفاصل ولا العظم من غير شمس. بص بقى، خد كل علاجات الدنيا، في دكاتره اذكياء جدا يقول لك الشمس هتدي لك ايه؟ فيتامين د، انا ادي لك فيتامين د. مش عايزين شمس ربنا اصلا، وده ينفع؟ ما عنديش شمس بقى وبيوت ضيقه والدنيا نيله، نجيب لمبه صفراء اللي هي بتدي حاجه اسمها فول لايت، مش دفايه. اصل يقعد يقول لك ايه مش الدفا بتاع الشمس، انا هجيب دفايه واحط رجلي جنبها. الدفايه بتدي انفراريد، بتدي اشعه حمراء، مش هي دي اللي بتدوب الايه؟ الفيتامين دي، او بتحول الاكتيف فيتامين دي تحت الجلد. اللي بيدوب فيتامين دي تحت الجلد مين؟ الالترا فايلوت. ودي موجوده فين؟ في الشمس. ممكن لمبه صفراء الفول لايت اللي هي بتسحب كهرباء كتير وبتتحرق بسرعه. طيب، يبقى انا بدلك المفاصل كويس، بلفها بالصوف، بدفي نفسي، بعالج القولون، بعالج الانيميا، باخد لبن وزبادي، باخد كذا. هو بص، خلي بالك معايا، هو الكولاجين دون مش ماده اكلها فتقوم تترسب في المفصل. احنا الاكل لما بناكله لازم يمر بمراحل. يعني ايه يمر بمراحل؟ انا باكل بمضغ ففي هضم جزئي في الفم، وبعدين ينزل في هضم جزئي للبروتين فين؟ في المعده، وبعدين ينزل على الامعاء في هضم تاني بيجي بقى من العصاره الصفراويه والعصاره البنكرياسيه والعصاره المعويه، يبقى في هضم ثالث. بعد كده في امتصاص، يعني مفيش كولاجين اخده فيمتص كولاجين، مفيش حته لحمه اكلها تمتص حته لحمه، انما في الاخر بتبقى شويه ايه؟ امينو اسيد، يعني احماض امينيه. الاحماض الامينيه دي تمتص وتروح الكبد يعمل لها ريبروسيسنج، يبعتها بقى عايز عظم، عايز لحم، يعمل لك لحم. عاوز مثلا اجسام مناعيه، اميونوجلوبولينز، يبقى البروتين يتحول الى اجسام مناعيه. عاوز يتحول الى تيشوز، انسجه، بيعمل لك انسجه، وهكذا. فاذا انت بتاخد الاكل يقوم الامعاء تمتص في ابسط صوره الكربوهيدرات والنشا والرز والمكرونه، بيبقى في الاخر ايه؟ شويه جلوكوز. الدهون والزيوت والبتاع والشحوم بتتحول في الاخر ايه؟ فاتي اسيد. خلاص، البروتين بيتحول في الاخر ليه؟ شويه امينو اسيد. لكن انا مش هاخد حته لحمه احط نسيره هنا ونسيره هنا مش هيحصل ده، لان احنا بنفكه تماما وبعدين ناخد واحده واحده ونبني الجسم بوحدات الجسم.